اول حاجه عايزه يكون الاي شادو تدريجي، ما تمام يكونش لون واحد، تمام ومش عايزه الوان كشمير، وعايزه يكون الرسم من عند مجمع العين اللي هي بارزة المجمع البارزه، بارز. وعايزه يكون من هنا مفتوحة، من هنا تكون مفتوحه عشان الاي شادو الاي شادو يكون مسحوب لفوق مسحوب والفي من في فوق. فتحة من هنا. حاضر تمام يعني وعايزه الاي شادو يكون مع السحبه من فوق من هنا. حاضر تمام. حاضر ويكون بقى الالوان خوخي عاطيه الالوان النود نودات. شويه. حاضر معنا بس وجلتر بقى يعني ايه، ما يكونش واضح قوي، وكونتور حاضر سريع خالص. ماشي حاجة تانية؟ لا تمام. معاكم في المراية في الشكل ده إن شاء الله.